سنة 59 ولا ياخذ جلوده 26650 درهم، 26550 درهم. لكن ارد له غير التيكيت اللور باش ما يجيش 26650 درهم هذا. واللي بغى واللي بغات تاخذ ليه اللي بغات تاخذ ليه تبارك الله الكورميطا ديال اليد ديالو تبارك الله الرد كلها يعلى عليه، كيمشي اللور وكيرقاق. باش ما تقولوا لي اش ما كنبين لكمش، انا كنبين كلشي. الا بغيتيه بهذا الغلط هذا كامل وغادي هكا وراه ولي على واحد 50000 درهم ولا 60000 درهم. مال لا بارتيك ماشي كي راه كاين اللي كيكون غير هنايا وكيرقاق دغيا دغيا. انا هضره تبارك الله شوف منين بادي وشوف فين غادي، راه جايب الدور والكورميطا ديال اليد ديالو خلاص راه كتمشي عرض واحد، لان الدوره الكورميطا ديال اليد كدور في اليد. مازال هذا العرق صافي كيتركب اللور راه هو اللور. كاين الكورميطا ديال اليد ديالو تدير 22400 درهم، 2240 ديال الاورو، 2 مليون و 48000 ريال. ويني كورميطا واش من كورميطا؟ الا بقيتو كتشوفوا راه الكورميطا رادكو قليله شويه في اللايفات لانها ما فيهاش لا مارج. مي انا ويني ملي كتجيو كتبغيو تبيعوهم راه كتبيعو كتشدو فلوسكم، وحتى الا كان رجع السوق اللور ولا بقى السوق هو هذاك حتى الا كان شي ضيع تيكون داكشي قليل 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 جدا ومحسوب على رؤوس الاصابع. دونك انا كناخذ الوقت كنعطيكم كاع السلعه، كنحاول ندير لكم باناشي الممتاز البلدي كلشي كتشوفوه. مرحبا و الف مرحبا. 19 سنتيم فيها في الطول شي حاجه تبارك الله اموري وشي حاجه الملكي. شنو نعطيكم نزيدكم؟ عندي عندي المومو، عندي المومو في الرويال. اللهم بارك اللهم بارك. تضعضع في ابا الحلال، تضعضع اليوم هرمون السعادة موجود أغوغو. شي حاجة ضد التجاعيد وشي حاجة ضد الاكتئاب وشي حاجة تبارك الله ما كاين ما ديري، طالع لك الدم حلي عي السامسونيت ولبسي دابك وبرعي ليا الوقت، برعي ليا الوقت. فهاد شوف تبارك الله الرويال قداش شوف كيفاش غادي بغلط واحد. اللهم بارك. شاش أصحابات فاقصات العدو طلعوا بانوا هنا. اللهم بارك. الكورميطا ديالها ديال اليد شي حاجة تبارك الله تموليك، شي حاجه ما نتذكرو، شي حاجه خليني ملهنيني واش تبقى الرويال. شي حاجه اللي ضربه الطوندونس بالجد وشي حاجه اللي ما تندميش عليها وما زيرو زيرو ريكلاماسيون زيرو ريكلاماسيون. فنين انا بالحلقات مازالو الخاتم شي حاجه تبارك الله اموري اموري وشي حاجه تبارك الله الفوقاني. شوفوا على خلد وشوفوا لا فينيسيون، شوفوا الخدمه. السلعه كتحكم على راسها والموديل طالب فرض راسو بالجد في السوق. وشي حاجه تبارك الله شحال هنا ديال الجرامات. انا نعطيكم الجرامات في الروايه اللي ما كتسمعوش الجرامات ديالهم 93 غرام فاصلة 63. ما نتذكروش ما نتذكروش الفوقاني الفوقاني. تنعطيك راس السوق شي حاجه اللي ما تلقاش لاتولي ما تلقاش اكثر من هاد الجرامات، وما ما يلقاش الموديل اكثر من هاد الجرامات. شتي دابا هذا باش يطلعوا لك تيصاوب سبيكه تبارك الله ديال 200 ولا 300 غرام باش ينقش لك لابارتي ديال الرويال ويطير كلشي في الكونسور. هادشي علاش قليله شي شويه وهادشي علاش رائعه وما تيبغيوش يخدموها كلشي. 67300 درهم لوتو، 42 سنتيم كاين في لوكولي و 20 ديال السنتيم كاينه، 20 ديال السنتيم كاينه في لاكوغمات. 93 غرام سبعة وستين ألف وثلاثمية. اللي بغاتو تواصل معنا بلا في الخاص راس السوق. وخليني من النيني والفوقاني أختي ويا وتموليك تموليك تموليك في أبا الحلال. أنا الصراحة لا كنت غادي ناخذ مثلا أربعة الحويجات، ناخذ خويتمات وناخذ حلقات وناخذ هذا بحلقات وبختم ونجمع ونطوي وندي المليح في حاجة وحدة. شاف 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 اللهم بارك. ما نتذكروش الفوقاني صافي الفوقاني ما تزيدش ما تزيدش قطع. الله يدير الخير الله يدير الخير. عندي واحد البياسه ديال الويت رائعه جدا اللي كتمشي بالقطعات ديال الغاطو. الويت الغليظه شوفوا الحبه كيفاش خدمه مبزطه وعامره الحبه. شوفوا الرادكو تبارك الله كيجي وسطها تيهبل تيحمق. السامبل السامبل العشق الممنوع، شي حاجه اللي ما كيبقاش فيها بزاف في لا مارج ديال الدايبي. ويني شي حاجه اللي كتخلي لنا وجهنا مرفوع معكم وشي حاجه راس السوق راس السوق. 19 شونس ديال السنتيم اللي فيها 16750 درهم، 16000 و750 درهم، 1675 ديال الاورو.
19 اونص سنتيم والجراماج انت مول الخير 23 غرام فنان والفوقاني الفوقاني صراحه ما كاين مين تذكروا السلعه تهضر على راسها. حلقات ديال لويزا تبارك الله اموري 10 غرام اللي فيهم ديال 21 كارو تقول ما تذكروش العمدان وي القدوميه ديال لويز وي الخدمه ديال الحجره اوريجينال الحجره دايره عليها الذهب طويسات ما نتذكروش تاريخ 1909 في واحد لابياس انا هذه فيها 1900 هذه 1909 انا حلقه تبارك الله تموليك 11000 درهم نخلي لكم ب 10500 درهم اخر ثمن نخليهم لكم ب 10000 درهم يلا اللي سبقت تديهم يلا حيد 10000 درهم مليون فيهم الحلقة ديال لويزا ديال 10 غرام في 21 كارو غير باش تعرفوا واش تاخذوا وعلاش غاليين تقل والخدوميه ديال الحجره وقلال ولا غاغطي لويزا وحده فيها 1900 يا ودي راه حنا ماشي حملوناش ماشي غير فكاك راه حنا تنعطيكم القوالب ديال الحرفه وكتمشيو تطيبوا لنا الذهبيه وحدين اخرين وتنصدقوا حنا سامعين الهضره وليتو كلكم عارفات قريتو حاضرين للدرس الله كاين واحد لو كولي غزال فيه 30 ديال الغرام الروزه فيه سانتيتيك والخدمه واعره 30 ديال الغرام الله سمحوا لي دقيقه انا معكم 21600 درهم كولي خطير كولي ما شاء الله 21600 21600 كولي رائع جدا كولي تبارك الله البهجه والسرور شوف الخدمه شوف عرفتي فاش كيتلبس في شي مانكا عاد جايني السطوره جداد دونك كون درت لكم في شي مانكا باش تشوفوا خدمته تشوفوا كيفاش كتجي الحطه ديالو وتشوفوا لا كلاختي وتبارك الله والصلاه على النبي كولي ما شاء الله وبه فيه 42 ديال السنتيم ولا اربع 21600 راه هو اون بروموسيون لان بشحال باش كان 23900 باش كان 23900 اللي بغاتو تواصل معنا بلا في الخاص 06/31/01/35/73 كولي رائع جدا كولي ديال الشهوه كولي ديال التمونيك بالشميعات ديالو والبليغات ديالو ما شاء الله رائع واكثر من رائع روعه الروائع مازال ما عطيتكمش شريت 3 سباعيات وعندي التخرم الفن غندوز لكم السباعيات وندوزو للمضام وعندي الروزه حره غنشعل التيستور باش ندوز لكم المضام ديال سانتيتيك كلهم تباعوا بصحتكم ثلاثة د المضيمات الله يكمل عليكم بالخير شي حاجه بارطاجيناها وشي حاجه ما قدرناش نبارطاجيوها خدمت لكم حتى الروزه الحره فيهم كل باب وكرهها وكل شنو تيبغي كاين ناس ديال الروزه حره وكاين ناس ديال السانتيتيك وكل باب وكرهها وحنا كنشرحوا كل شيء وكنوريو كل شيء وجهنا كيما عرفتوه النهار الاول كيما يبقى كسريت ثلاث المبروم تبارك الله والصلاه على النبي 57.13 غرام القطر ديالها 7 سنتيم اللي كتلبس 7 سنتيم واللي ما عرفات ما تشري في السترات ديال السبعه بركي مع راساتك البرومو سامبل كيبقى موديل الله يعمر ليه الدار وكيبقى شي حاجه الفوقاني 41100 درهم 4110 ديال الاورو 4 المليون و 22000 ريال سري ثلاثة تحمق 7 سنتيم سامبل كيزيين البرومو البروم كيزيين سامبل شي حاجه تبارك الله الفوقاني عصير الصابون دوزتو اختي العزيزه مرحبا نعاود ندوزو لك مرحبا تعلمنا منك انت معلم ويا اختي الوردي والله الا مرحبا الفوقاني 41100 درهم القطر ديالها 7 ديال السنتيم سريتلا ملكيه كاينه تبارك الله متضعضع كاينه المضعضعه ديال 7 سنتيم كتجيب الشوفه وكتجيب الغلف وكتجيب تبارك الله الزواقه الرائعه جدا الزواقه الصراحه الموديل ديالها كيبقى موديل استثنائي لاجل تبارك الله النجاح اللي لقات سترتلا ديال الدقليبرا كيبقى موديل تبارك الله ديال الشهوه تبارك الله موديل اللي كلينا فيه الطرف ديال الخبز رائع واكثر من رائع وشي حاجه خليني منهنيني كل مضوبله من الداخل
القطر ديالها 6.7 اللي كتلبس 6.7 الثمن ديالها 62700 درهم 6270 ديال الاورو 6 المليون 54000 ريال. وين نشوفوا لي ستريت لا وضربوا لي تبارك الله على الذوبه وعلى الصفا وعلى الجراماج تبارك الله ديال 84 غرام فاصله 33 تتدي البسك دابك فن راه جاوبناك على نابليون على لا جوجو راه قلنا لك العيار ديالو 21.5 ما عرفتش واش ما سمعتيش فاش هضرت وسميتك بالسميه. ها هي اللي بغات تتواصل معنا في الخاص 06 31 01 35 73 غندوزو دابا. شوف ضعاف القلوب لا شي حاجه اللي عندها الهشاشات العظام لا اللي عندها تبارك الله الرحمن الرحيم القلوب الضعيفه لا حبس المرقه حبس لي الفراجه بوز شي حاجه تبارك الله. غنوريكم دابا التحف الفنيه وغنوريكم الروزة الحره في المضام الروزة الحره في المضام شي حاجه تبارك الله. شوفوا لي الديزاين شوفوا لي الخدمه عشاقات الحر عشاق الملكي الصراحه الحر كيبقى بوحدو وكيبقى الناس بوحدو وكيبقى تبارك الله متفرد بالخدمه روزة حره وكتمشي بالتخرام ملكيه لابسه تيستور ندير الكود تيستور اون ديريكت طبعا عرفتش بشحال هادي مشى الحجر يلاه شعلتو عرفتي هادي التيستور شحال تيقصي ديال الحجر والمشكل ديك 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 الفيترينه ديال الحجر كامله خرجتها على برا فيها شي سكوتشات وداكشي د لومبالاج وداكشي تيدير الحساسيه سمحوا لي سميت العمليه الجيل الذهبي شنو درت دابا خليني من دوك العضادات شنو درت التستور دابا عرفتي والله الا شي حلاوه فاش كان واش عقلتو فاش كانوا فاش كيامات الزرده وكتدي المشجله بالحجر عرفتي شحال كانت فيها من حجره كانت فيها 12 حجره ديال نص كيلو اصلا المشجله فيها 100 فيها 28 كيلو داك الصحيح هو اللي تيدي مع المشجله عرفتي حتى تيجيو لدوك الديسك الاخرين وتيبغيو يتقاضاو الحجر شي تيعض هنا شي تيضرب بالحجره من هنا الايام الجميله والسعاده وداك الشيء سبحان الله العظيم الله يعلم الى صافي هو عطى عطى ليكستخي هو غادي يشعل دابا النيت ها هي كنعضوا الحجر فاتي انا نقول لك وحده اخرى فاتي واش عقلتي نهار كانوا تيخرجوا الكاسيطه تبارك الله وكانت الوالكمان ناري دابا انا وريتي الوالكمان للدراري يقولوا لك بابا شنو هادي الوالكمان وكتكون لا عقلتو على الكاسيط واحد تيخرج شي البوم كتخرج واحد لافاس مجهده فيها واحد 3 ولا 4 ديال الديسك الطوب وواحد لافاس كتكون عيانه وتطلاق هذا معلم هذيك لافاس المزيانه كتصناط مع راساتك الديسك وتتسالي ما تديرش مع تتكون الوالكمان تتكونسومي الحجر ما تديرش ديك ريو كتجبدها معلم ستيلو وكتجبد الكاسيطه وكت ويلي 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 ويا قالت لك فاتي ما ضحكتش من خاطري ولا نسلقوه وحده كاع سرقه الحجره هي تتسحبها بيض الله يلا فوت تبارك الله على هاد الخير تبدا لي بلا ما صلاح حتى كان الله حليمه بسم الله يلا رجعوا للموطو كنت واجدو في مدينه خنفرة لا تيستور تبارك الله لا كلاكتي ديال الحجر شوف 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 مرحبا مرحبا شوف اللي حر راه حر اللي سانتيتيك تنقولوا لها سانتيتيك تنبيعوا الحر بثمن وكنبيعوا داكشي اللي بغى اللي بغى شي حاجه كنديروها له ياك فهمتي دونك اللي صعيب هي نبيع لك الحاجه بثمن ديال حاجه اخرى مي الحر بثمنه ولو سانتيتيك بثمنه وكيبقاو الناس اذواق والناس تبارك الله البيجي ديال كل واحد واني الحر بالغمزه معلم بالغمزه تبارك الله الروزه شو الروزه كي دايره شو الخدمه شوف الذهيبه شي حاجه تبارك الله اللي كتبقى لك في التموليك وشي حاجه في الروائع بالنسبه لهادي تبارك الله وما شاء الله شي حاجه اخر ما كاين 17 مليون 170 الف درهم الطول ديالها 93 ديال السنتيم فيها 200 غرام ديال الذهب مع الروزه حره
اللي بغات تخبع الفليسات وتلبس شي حاجه ولا اروع ولا مضام كيبقاو تبارك الله الا عندك المضمه راه تبارك الله خليني من هنيني المضام تيبقاو طراز درفع 17 مليون كاينه هذه فيها واحد التقطيعه ديال الروزه ما نقول لكمش واحد ديمونسيون باش مقطعه هذه اكبر ديمونسيون في الروزه اكبر ديمونسيون داك التقطاع الرائع جدا شوفوا شوفوا الروزه قداش تبارك الله سيرتو هذا الصف الفوقاني شوفوا شوفوا تبارك الله اللي حطيتها شاف شاش اتيطوش معلم التيستور اللهم بارك كلشي كلشي حر ما كاين ما الحر كما كنقولوا غير بالغمزه وشي حاجه تبارك الله كما قلت لكم شوفوا تبارك الله كامله عامره روزه شي حاجه الفن الفن الفانوني فرع الفاروعي كما كتقول نبيله وشي حاجه في الروزه الكبيره ما نتذكروش شي حاجه تبارك الله العرض جايبه العرض نعطيكم الطول ديالها الطول ديالها فيها 87 سنتيم هذه كتبقى ب 175 الف درهم 17 مليون اونص 17 مليون اونص فيها 207 ديال الغرامات وعامره بالروزه حره كلها اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله ما تبرضي في هذه العراسات ديال الصيف ان شاء الله الله يجعل الايام كلها افراح ومسرات ونهرسوا بالروزه حره عندي تبارك الله في ديال المجدون حتى هي روزه حره تبارك الله بالقرطاسه والصلاة على النبي عليها ديال المجدون تتبقى حتى هي رائعه جدا وشي حاجه اللي ضربات الطوندونس وشي حاجه تبارك الله كتجي رائعه جدا وكتكمل بالمجدون فيها 63 غرام فاصلة 43 وكتبقى الثمن ديال 57000 درهم 5700 ديال الاورو 5 مليون و 140000 ريال البنات واحد دقيقة مع الاذان الله يعطيكم الخير الله اكبر